بعد العودة من الفاصل أعزائي المشاهدين، وهنعمل دلوقتي في مطبخ داليا مكرونة بالسوسيس. فانوس مكرونة أخيرا. على فكرة أنا جايب لك معايا النهاردة أخويا مكرونة. المكرونة بالسوسيس دي سهلة جدا، عبارة عن مكرونة مسلوقة أنا سلقتها عشان الوقت، وصلصة وملح وفلفل وزيت وسوسيس، بس موضوع سهل وبسيط جدا. بص كده خلاص. ايه تاني يعني جديد؟ يعني شوف بقى حاجات بسيطة بقى عشان ايه الوقت. يعني بس هناكل انا النهارده أكلة كويسة؟ أما أكلة تشوف. جميلة، أكلة حلوة يا فانوس، كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيب يا أيوة فانوس. كده، خلينا ناكل كده ونظبط ونقلص كده بعد رمضان. الواحد خس أنت عارف يا خالص. فانوس أنا عندي صداع من الصبح يا فانوس. صداع؟ طب أنا أجيب لك أخويا مكرونة يصليكي وأنت بتعملي المكرونة. جايب لي إيه؟ يا مكرونة، خد بالك أخويا مكرونة. هات مكرونة. صحيح، تعالى يا واد يا مكرونة ده مكرونة. صاحب فانوس، تعالى يا مكرونة. اتفرجوا عليه. اطلع يا مكرونة. ازيك يا مكرونة؟ هو راح فين؟ مجاش ولا ايه؟ جاي في الطريق، اصل هو كسلان شوية وبيحب الأكل. بنقلب المكرونة ملح وفلفل وصلصة وزيت بس كده. ممكن نحط السوسيس على الوش. انا عايزاكم تجاوبوا على سؤال الحلقة، عدد الايات او ايه الايات اللي ذكر فيها الاستغفار في القرآن الكريم؟ يا ريت تتواصلوا معايا على الأرقام اللي موجودة على الشاشة. صباح الخير يا أستاذة داليا. أهلا، إزيك يا مكرونة؟ الله، إيه أنتوا بتعملوا لنا النهاردة مكرونة على اسمي؟ مكرونة بالسوسيس. بالسوسيس ولا بشاميل؟ قالوا لي أنت هتعملي بشاميل، عشان كده أنا جيت لك النهاردة. لا، دي مكرونة بالسوسيس. ماشي، مكرونة بالسوسيس. عايزة أقول حاجة كده، في فيلم اسمه رحلة الخلود، فيلم سينمائي مرشح لجائزة أوسكار، مرشح لمهرجان أوسكار، بس هو عراقي. الفيلم ده تدور أحداثه في العراق في الثمانينات، هي قصة حقيقية في القرن الماضي، وأحداثه عن قصة حقيقية. يشارك في الفيلم مجموعة من الممثلين سامي قبطان وناصر حسن وكريم محسن ومازن محمد وكاظم القريش ونجم هوليود إيريك روبرتيز، وعدد الممثلين فيه 40 ممثل، وعدد الكومبارس 1200 كومبارس. فيلم إنتاج ضخم جدا، إنتاج قوي جدا، بالتوفيق لكل كاست الفيلم، وإن شاء الله تاخدوا جائزة أوسكار. ده بيمثل العراق في أمريكا. وان شاء الله انا برضه هعمل لكم فيلم اسمه مكرونه، مكرونه في زمن الكورونا، ايه رايك بقى؟ ماشي يا فانوس، وممكن اخليك تمثلي معايا يا استاذه داليا. ماشي. اديكي دور كبير 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 قوي. امبارح يا فانوس كان في مشكله، يعني انا بحل مشكلات الناس في فقره مشكلات داليا. المفروض فقره مشكله داليا كانت تبقى قبل المطبخ، بس عشان الوقت واتكلمنا عن الاستغفار وكده فهقول لكم المشكله. واحد اتصل بيا امبارح يقول لي انا دلوقتي في مشكله رهيبه رهيبه، مراتي عايزه تتطلق وعايزه اخلع وعايزه تخلع نفسها وكده، مش عارفه اعمل ايه. قلت له طب فين المشكله بقى، انا مش فاهمه. وطبعا عملوا محاولات وحاول يرجعها وهي رافضه، وبعد كده زهق منها وخناقات. بقول له طب ايه يعني، انتوا ايه سبب الانفصال اساسا يعني؟ فقال لي هي على طول عايزه فلوس وانا مش معايا فلوس، انا راجل شغال باليوميه ومش عارف اعمل ايه. قلت له طيب خلاص حاول ترجعها، وهم مخلفين ولد عشان يعني تلموا بعض تاني. قال لا، هي صعبه جدا في تعاملاتها، وانا اصلا كمان ما عنديش طايق ان انا يعني ايه مستحمل تصرفاتها. قلت له الايه القرانيه ربنا قال من اياته ان خلق من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. في موده ورحمه في الجواز؟ في موده ورحمه اصلا؟ لو مفيش موده ورحمه يبقى ربنا عمل الطلاق ليه؟ عشان مفيش موده ورحمه. يعني انا مش ضد الطلاق، انا قصدي مش مع الطلاق على فكره خالص، ولا مع الخلع. بس هقول لك على حاجه يا استاذه داليا، الوقت اللي احنا فيه دلوقتي والناس كلها قاعده في البيت طول النهار، كان الواحد كان بيفرغ طاقته شويه، ينزل على القهوه، يروح النادي، يقابل اصحابه. دلوقتي قاعد ليل ونهار ليل ونهار في البيت، قاعد للوحده على الوحده، يعني بيقعد ينقش فيها طول النهار، فلازم يبقى في مشاكل، فلازم نستحمل بعض شويه. لازم يبقى في مشاكل. بس الراجل ده مشكلته بقى صعبه في ايه بقى؟ هو ماضي كمبيالات على نفسه، وهم رافعين قضيه طلاق، وهو لو طلقها هيديها كل الفلوس وقايمه معرفش بمية الف جنيه ومش عارف ايه، وهو مش معاه فلوس فمش عايز يطلق. هو المشكله في كده ان هو مش معاه فلوس يديها الفلوس دي. فبيقول لي اعمل ايه؟ قلت له خلاص خليها، هي عايزه تطلق ومش عايزه ترجع وخلاص، الحياه بينهم صعبه لان في مشاحنات، في خناق قدام الولد الصغير الطفل. ايوه معانا تليفون. الو،
الو ايوه الو سمعني. عيشه معايا سمعني. الو ايوه الصوت مش واضح يا عيشه سمعني. الصوت فيه مشكله ده واضح الو ايوه ايوه سمعاني سمعاك اتفضلي الصورة اللي ذكر فيها الاستغفار سورة نور. على صوتك يا عيشة معلش في مشكلة في الصوت. على صوتك يا عيشة أنا بالصدى. يا ريت الكنترول يشوف المشكلة دي. سورة نوح. ألو؟ أيوة سورة نوح اللي ذكر فيها القرآن الاستغفار. سورة نوح مالها سورة نوح؟ مش أنت هتسأل على السورة اللي أنا 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 بصي يا عيشة أنا عايزة تمام يا عيشة بس أنا عايزة الآيات كلها اللي في القرآن كله اللي اتذكر فيه الاستغفار مش سورة واحدة بس هو في كذا سورة يعني تمام فأنتوا جمعوا الصور وجمعوا الآيات وابعتوا لي على الأرقام اللي عندكم على الشاشة وسيبي اسمك في الكنترول برضو يا عيشة تاني حاجة الراجل ده المفروض دلوقتي في استحالة عشرة بين الاتنين دول ليه؟ لان هم على طول في مشاحنات وفي خناق قدام الطفل الصغير والاب والام ما يكونوا على طول بيتخانقوا قدام الطفل ده هيتدمر نفسيا برضو فالطلاق بيبقى حل في الموضوع ده عشان ربنا قال ان احنا لازم نكون عايشين في مودة ورحمة احنا ما طبقناش اصلا شروط الزواج اللي احنا بنكتبه على كارت الفرح على طول شروط الزواج مش موجود الرحمة بتبقى من الراجل ومن الست مش من الراجل بس مش الراجل هو اللي يطبطب على الست والست برضو تطبطب على الراجل الرحمة متبادلة من الذكر والانثى مودة ورحمة مفيش مودة ورحمة في ضرب في خناق خلاص طلاق لان انا عموما يعني ما ربنا يذكر في القرآن سورة الطلاق دي سورة كاملة في القرآن معناها انها حلال ربنا عمره في حالاته ما يحلل يعني ايه دي حاجة حلال مش بغيضة مفيش حاجة حلال اسمها بغيضة يعني دي حاجة دي قناعتي انا دي حلال بس امتى بقى الطلاق الجأ له امتى ده اخر حاجة خالص امتى اما اجيب حكم من اهلها وحكم من اهله مفيش مش عارفين نلمهم تاني عملنا كل المستحيل مش عارفين نلمهم خلاص لازم ننفصل اصل انا ضد الناس اللي بيقولوا ان طلاق خراب بيوت والطلاق لا هو مش خراب بيوت هو ربنا ذكره في القرآن سورة مش عشان يخرب بيتك لا ده انت مجرد ان انت زوج وزوجة خناقات مع بعض على طول قدام اطفال ومشاحنات وقاعدين في حالة يعني انا بلاقي ستات عايشين مع جوازهم عشان خاطر الفلوس مثلا مش هقدر اطلع هو راجل وحش جدا وبيشرب مخدرات وي 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 بس مش هطلع عشان مش معايا فلوس هروح فين دي قاعدة في عذاب على فكرة هي قاعدة في عذاب وما تطلق برضه هتعيش في عذاب هي اصلا ما بتطبقش حاجة في الدين مفيش لازم يبقى في مودة ورحمة عشان يعني انا بحس ان كل معظم الناس حياتهم في طلاق صامت معظم الناس معظم الشعب المصري مثلا معظم الازواج والزوجات بحس انهم عايشين طلاق صامت اللي هم عايشين في مشاحنات عايشين مفيش حب مفيش تفاهم مفيش بس عايشين عشان خاطر الاولاد طب ما دي حياة معذبة هو ربنا مش عايزك تعيش كده اساسا بس هقول لحضرتك حاجة المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي كورونا والسبب اللي بيحصل ده غصب عن عين الناس كلها بقت على اخرها الناس طول الوقت وشهم في وش بعض وطول الوقت بيسمعوا اخبار بتتعب الواحد نفسيا صح يا فلازم احنا نستحمل بعض شويه انت كورونا هو انت كورونا ولا انا مكرونه انا مكرونه انا روحت فانوس مكرونه ولا كورونا مكرونه في زمن الكورونا فلازم الواحده برضو تضلع على الواحد تعمل له شويه مكرونه شويه ملوخيه بص انا عملت تعالى بص يا كورونا عشان ترهيه عنده شويه مكرونه انا عملت انا عملت خلاص خلصت المكرونه بالسوسيس وبالهنا والشفا طبق خفيف كده وسريع يا ساتر يا رب ربنا يستر بس من الاكله ديت بعد الكحك والبسكويت والغريبه والعيد هنرجع في الاخر نرجع تاني للكشري والمكرونه وزغزغه البط والبقلظه ان شاء الله خير يا فانوس باذن الله اللي جاي خير ويا ريت الناس ما تخافش من اي حاجه تعتمد على ربنا اعتماد كلي الانسان اللي هو خليفه الله في الارض ده بيبقى قوي قوي في كل حاجه قوي في الشخصيه قوي في المناعه قوي في كل حاجه طب ده لو انت خليفه الله فعلا عايزين نعلي جهاز المناعه قولي لنا بقى بالطبخ والحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها دي انا لسه قايله المفروض ناكل اكل صحي هو الاكل اللي انا عاملاه ده على فكره مثلا زي ايه مثلا اقوم من الصبح اعمل ايه ولا اكل ايه ولا اشرب ايه كده الخضار والفاكهه والميه كتير خضار فاكهه ميه كتير كل حاجه طبيعيه من طبيعه ده اكل صحي اي اكل دخل فيه مصنع مش اكل صحي انا ضد الاكل غير الصحي عموما بس انا بحبه مش هقولك ان انا باكلش اكل غير صحي لا باكله بس مش حلو يعني نحاول الفتره الجايه نقلل منه بس
يا ده الكحك والبسكوت. كلنا كحك وكلنا بسكوت وتخنا والحمد لله وعادي. مش اكل صحي ده؟ لا طبعا ده مش اكل صحي، بس ده عادات وتقاليد الشعب المصري، عادات وتقاليد احنا ماشيين عليها، عرف متربيين عليه وماشيين عليه. مش شرط العادات والتقاليد تبقى صح، ممكن عادات وتقاليد كتير تبقى غلط وتعودنا عليها وخلاص، فاحنا بناكل زي اللي بياكلوا، بس هو مش صح، انت كده بتدمر نفسك. يعني الكشري والمكرونه والرز والحاجات دي كلها اكل صحي؟ الو، في تليفون معانا؟ تمام. فالكشري الكشري على فكره من الاكلات الصحيه، اكله مصريه جميله. انا كنت النهارده ناوي اعمل كشري بس حصل مشكله فما عرفتش اعمل كشري النهارده، فقلت اعمل حاجه اخف من الكشري. الكشري ده بقى عايز حلل كتير وعايز شغل عالي، بس هو اكل صحي لان انت بتسلق العدس وبتسلق المكرونه وبتسلق الرز كله مسلوق، فهو من الاكلات الكويسه. يعني انت بتعرف ان الكشري ده رقم واحد بالنسبه يعني اشهر اكله مصريه معروفه على مستوى العالم كله. طب معانا كريم اتصال. الو الو، ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. ازيك يا فندم؟ اهلا بيك. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب، عيد سعيد. وانت طيبه يا فندم. اتفضل سؤالك. اجابتك عرفت اجابه السؤال؟ اتفضل. شكله بيطقر في الكحك كتير ولا ايه؟ هي في ايات كتيرة بتدل على الاستقبال يعني. ما تمام، انا عايزك تجمعهم لي كلهم وتكتب لي كام آية يعني في القرآن كله. يعني عدد الآيات اللي مذكور فيها الاستغفار. تمام. العفو. وقت الحلقة طبعا خلص. كنت نفسي اقعد معاكم أطول من كده. وأنا كمان. اللهم منك السلام وإليك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. إلى اللقاء أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج امرأة من كوكب آخر. باي باي.